متعتي في الحياة؟ نجاح برنامجي أكيد، خاصة بعد ليالي التحضير الطويلة. هي الرهبة قبل ما أطلع على خشبة المسار. A crazy happy tiring workout. هي الإعجاب اللي حصل من المتابعين بعد الجهد اللي حطيته في الوصفة. يقولون أن النساء ما يقدرون على سباق السيارات، أنا هني عشان أثبت العكس. أنا أختار متعة جالكسي، وأنتو؟